الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. إذا الخبر اللي نعسوا عليه المغاربة كامل البارح، يعني في الليل، هو العثور على حالة من فيروس كورونا الجديد في ميناء مدينة طنجة. يعني سؤال لكم مشاهدينا الكرام، واش مستعدين لحجر صحي اخر؟ مستعدين انه يتسدى لكم مره اخرى بخصوص نلقاو حاله اخرى او لاول حاله من فيروس كورونا الجديد؟ والمغاربه مازال ما نساوش يعني سنه سوداء اللي دازت عليهم، مازال كيتفكروا داك العام اللي داز عليهم كحل يا ربي السلامه، عام اللي كله مرض، عام اللي ماتوا فيه الناس، عام اللي تحولنا منهم بزاف ديال الحوايج. فالاكيد انه خايفين انه تكون سنه اخرى ديال الفيروس، سنه اخرى ديال المرض والخوف والصدام، وسنه اخرى ديال بزاف ديال الحوايج. الناس فقدوا العمل ديالهم، كاين اللي ما عندوش مدخول من غير الخدمه ديالو فقدها. الله يستر العام تسدو، يقدروا الناس اخرين يفقدوا العمل ديالهم، يفقدوا الاسر ديالهم، ما يقدروش يتلاقاو بهم. الله يحفظنا اجمعين، ناخذ احتياطاتنا اللازمه، نردوا البال لراسنا، الله يجزيكم بخير. ما نستهنوش بهذا الشيء لانه القضيه بدات كتحمر شويه، يعني المغاربه تفرحوا باللقاح وقالوا صافي راه كلشي على الابواب وغادي نرجعوا للحياه الطبيعيه. كانت اخبار كتشير على انه غادي نرجعو للحياة الطبيعية في أقرب وقت، لكن للأسف ظهر هذا الفيروس الجديد، وهذا الشيء اللي خلى صدمة أمس عند المغاربة، لا سواء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو انستغرام أو مجموعة ديال المغاربة اللي البارح يعني كنت بنعاس وكلشي تصدم، وأغلبية ما نعسوش. أنا شخصيا كنعرف ناس اللي ما نعسوش، كاين بعض الدول اللي سدات، يعني ربعة ديال الدول اللي سدين عليهم في المطار، يعني ميمكنش يدخلو عليها بحال أستراليا، البرازيل، إيرلندا وغيرهم. يا ربي السلامة، والله يلطف بينا. وسعيد الحال، سعيد الحال بزاف، سعيد الحال بزاف، كلشي اللي تسهل هادشي كامل يا ربي. ما شاء الله، يعني واخا تلقط لك كثير مازال الطوموبيل بارده، كاين واحد البرد في السنقه صعيب بزاف.
اللهم امين يا رب. كنتمنى الله عز وجل ان الوضع يقطع علينا يا رب في اقرب وقت. والله فريمون الناس عيا وعينا بزاف، وعينا من هذا الوباء. صعيب صعيب يعني الحياه كتغير. يلا الانسان بغيت يفرح شويه بالحياه ترجع للطبيعه ديالها. صعيب نعاودو نتعايشو عاوتاني مرة أخرى مع هاد المرض و هاد الوباء، و عاود عاوتاني نسدي عليك، و عاود عاوتاني نخدم، و عاود عاوتاني باش كنفكر صعيب بزاف. يا ربي تعطينا على قلبنا نتا يا ربي، و تكون معانا يا ربي. الناس اللي كيقولوا ما كنقراش لكم غير اسمحوا لي لانه صايقه وفي الطرق صايب حاجه ليا. فنتمنى انكم تخليو الاراء ديالكم، وانا مره كنهضر معاكم لانه صعيب الحال. يعني المغاربه كامل كانوا كيظنوا ان صاب الكورونا سالات، ممكن تعيشوا طبيعيا بحال قبل، لكن للأسف ظهرت أول حالة للفيروس الجديد هنا في مدينة اسطنبول. وصلنا أنه ما يظهرش كاع المدن، لأنه صعيب صعيب ما صافي مكانوش قادرين أن نعاود نسد على المغاربة مرة أخرى، ولا نقراو بزاف ديال الحوايج. الله يديم لك الخير يا رب. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونتلاقاو إن شاء الله في وقت آخر.